لا شك أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً صعب فيه تنفيذ أنشطة التعاون الفني الميدانية والقيام بالمهمات الاستشارية إلى الدول الأعضاء بسبب جائحة كوفيد-19. لكن لم تقف الظروف الاستثنائية حائلاً دون تقديم الأسكوا خدماتها المعهودة، فاستخدمت أدوات للتواصل عن بعد لتنفيذها. إلا أن العام شهد أيضاً وبفعل الجائحة نفسها طلبات من نوع جديد اقتضت التحرك سريعاً لرصد آثارها وتقديم التوصيات للتخفيف منها. فأصدرت الأمانة التنفيذية 15 ورقة واستخدمتها لتلبية أكثر من 10 طلبات من الدول الأعضاء في مجالات النمذجة لتقدير الأثر الاقتصادي للجائحة، تحديد تدابير الحماية المناسبة لفئات سكانية كالنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، تقييم أثر الجائحة في قطاعات محددة مثل التجارة والنقل وفي تفاقم الفقر والبطالة. وقد سلطت الجائحة الضوء على دور مؤسسات الدولة في التصدي للأزمات، فقامت الأسكوا بدراسة استجابة هذه المؤسسات من خلال عقد سلسلة من الندوات عن بعد لفهم التحديات المؤسسية وتحديد الفجوات في منظومة الحوكمة في استجابتها للجائحة، تطبيق منهجية الأسكوا للتقييم المؤسسي. وقد عقدت آخر ورشة عمل بهذا الشأن مع ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين. كما ساهم إطلاق النموذج الأولي لإطار عربي مشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام في إلقاء الضوء على أهمية إدارة الكفاءات الوظيفية داخل المؤسسات العامة وضرورة تطوير برامج لرفع الكفاءات المرتبطة بإدارة الأزمات. وخلال العام طورت الأسكوا مجموعة من الأدوات لدعم الدول في رصد الثغرات في السياسات الاجتماعية، منها مرصد لسياسات الحماية والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها 170 دولة للتعامل مع الجائحة بهدف نقل التجارب بشأن الاستجابة للأزمة، أداة محاكاة لدليل الفقر المتعدد الأبعاد تمكن صانعي القرار من تكوين تصور أفضل لظاهرة الفقر لمكافحته، أداة لتقييم مدى توافق السياسات العامة مع مبادئ العدالة الاجتماعية واقتراح الإصلاحات اللازمة لتحقيق هذا التوافق، مبنية على إعلان تونس بشأن العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، وقد تم اختبارها على الاستراتيجية التونسية لإعادة إدماج الفئات الضعيفة من الشباب. مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي استكملت الأسكوا العمل عليه وطبقته في مجموعة من الدول بناء على طلبها، منها الأردن وتونس والكويت ومصر. وفي إطار دعم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، تدعم الأسكوا المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات لحماية المرأة من العنف في ظل الجائحة، كما قدمت الدعم للسودان لتحسين خدمات الإيواء للنساء الناجيات من العنف، وعملت في عدة دول من ضمنها العراق ولبنان واليمن على تحليل آثار الجائحة على المرأة. أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أطلقت الأسكوا عدة مبادرات لدعمهم، أعدت مسحاً للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومات العربية، وعقدت ورشة عمل في سوريا عن استخدام التكنولوجيا لدمجهم، وقيمت التشريعات الوطنية المتصلة بإدماجهم ومدى توافقها مع المعايير الدولية في كل من الأردن ولبنان. وفي إطار دعم لبنان بعد الانفجار الكارثي الذي هز مرفأ ومدينة بيروت، أطلقت الأسكوا مبادرة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحتياجات الفورية اللازمة بعد الانفجار، أعدت دراسة لإعادة النظر بالمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وتحديثه، وقدمت الدعم لوزارة العمل في لبنان بهدف دمج الشباب والشابات في سوق العمل، فصممت حزما تدريبية حول تحسين فرص توظيفهم. واستكمل هذا الجهد بمبادرة ضخمة أطلقتها وزارة العمل والأسكوا بالشراكة مع منصة كورسيرا، وهي من أكبر المنصات في العالم للتعلم عن بعد، وقدمت من خلالها 25,000 فرصة تدريبية للبنانيين العاطلين عن العمل أو الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم. وبما أن الجائحة قد سرعت وتيرة التحول الرقمي، ضعفت الأسكوا دعمها في هذا المجال على 3 محاور: محور الحوكمة الرقمية والتحول الرقمي،
فقد بلورت إطاراً قانونياً في الأردن لتعزيز المشاركة الإلكترونية وكذلك الأنظمة لتنفيذ قانون البيانات الشخصية، ووضعت تصوراً متكاملاً لرقمنة برنامجين في صندوق المعونة الوطني في الأردن لإتاحة الخدمات في ظل جائحة كوفيد-19، وراجعت مسودة السياسة الوطنية للأمن السيبراني في العراق والسودان. وضمن محور نقل التكنولوجيا والابتكار، قامت الأسكوا ببلورة تصور حول إنشاء حاضنة أعمال تكنولوجية في الكويت وتصور للبنية والنظام الداخلي للحاضنة البرمجية نبتة في السودان. وضمن محور التكنولوجيات الجديدة، قامت الأسكوا بتقديم مشروع السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والسياسة الوطنية للحوسبة السحابية الحكومية في الأردن، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في لبنان، وبمراجعة السياسة الوطنية لإنترنت الأشياء لدولة فلسطين وتقييم الجاهزية الوطنية للبيانات الضخمة، وعقدت ورشة عمل لبناء القدرات في سياسات وتطبيقات سلاسل الكتل في قطر. وبحلول نهاية العام، كانت الأسكوا قد نفذت ما لا يقل عن 80 خدمة استشارية وعقدت أكثر من 70 دورة تدريبية.